وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هيكون كيك التفاح بباتر كريم الكراميل، وتاني حاجه هنعملها مع بعض هيكون باناكوتا الشوكولاته مع كاشيو بالكراميل او كاشيو المسكر. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصف حلقه النهارده اللي هي كيك التفاح بالكراميل. ومقادير الكيك هتكون 4 كوب دقيق، 2 معلقه صغيره بيكنج سودا، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 معلقه صغيره ملح، 2 معلقه صغيره قرفه مطحونه، 1 معلقه صغيره قرنفل مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، 1.5 كوب زبده، 2 كوب سكر بني، 1 كوب سكر، 2 بيض، و 4 كوب صوص تفاح. لو ما فيش صوص تفاح جاهز، احنا ممكن نجيب تفاح عادي ونحطه على نار مع شوية سكر صغيرين وبرضو شوية زبدة صغيرة خالص، ونسيبه على النار لحد ما يبقى لون زي لون الكراميل، وبعد كده نهرسه في الخلاط وحيدينا الشكل ده زي اللي هو صوص التفاح. وبعدين هنعمل كريمة زبدة بالكراميل، عبارة عن 1 كوب زبدة، 3 كوب سكر بودرة، ونص كوب صوص كراميل جاهز، أو برضو ممكن نعمل صوص كراميل اللي هو هنحط سكر على النار لحد ما يبقى كراميل، وبعد كده هنحط له شوية كريمة. بس نخلي بالنا لأن طبعا لما نحط كريمة بتغلي، وبعد كده هنسيبه لحد ما يهدى شوية، وبعدين نقدر نستعمله مع كريمة الزبدة بتاعتنا. نبتدي بالكيك. أول حاجة هنحط الزبدة في العجينة مع نوعين السكر، وهنبتدي نضربهم مع بعض لحد ما يختلطوا كويس. هما مش هيبقوا مش هيوصلوا للمرحلة كريمية قوي لأن كمية السكر كبيرة على كمية الزبدة، فبعد ما يختلطوا ببعض كويس هنبتدي نضيف البيض. في الوقت ده هنضيف كل المكونات الجافة مع الدقيق ونخلطهم مع بعض كويس. واخر حاجة هنعملها هنضيف صوص التفاح اللي حضرناه ونبتدي نضرب الزبدة مع نوعين السكر. دلوقتي نضيف الدقيق و صوص التفاح لان هو ده بمثابة السائل بتاعنا، احنا ما عندناش سائل تاني نضيفه مع الدقيق غير صوص التفاح، مفيش لبن او
لبن رايب او اي حاجة تانية. هنبتدي نخلطهم مع بعض. اوكي، مش عايزين نضرب كتير. اول ما نحس ان الدقيق اختلط مع الزبدة والسكر والتفاح نوقف. وبعدين نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعضها، مفيش حاجة لازقة تحت، مختلطتش كويس بالباقي. ولما نتأكد من كده فعلا نحط الخليط في قالب مجهز بزبدة ودقيق. الكيك دي بتبقى ريحتها حلوة قوي وهي في الفرن، علشان كل المنكهات اللي فيها، جوز الطيب والقرفة والقرنفل. ونسوي الكيك وندخلها الفرن على 160، وهتقعد في الفرن حوالي ساعة لأن هي تقيلة شوية. ودلوقتي نعمل الفروستينج اللي هنزوق بيه الكيك. هنحط الزبدة وهنضربها لوحدها الأول علشان نخليها هشة وخفيفة، وبعد كده هنزود عليها السكر البودرة، وبعدين هنحط عليها آخر حاجة الكراميل. نطلعها من الجناب ونضيف السكر ونبتدي نضربهم مع بعض. ونبتدي نضيف الكراميل شوية شوية، ما نحطش كله في الأول، ونشوف لو هيحتاج أكتر ولا لا. اوكي، هيحتاج متهيألي كمية كلها.
نتأكد إن ما فيش حاجة لازقة تحت ونرجع نخلط تاني. اوكي وبكده الفروستنج جاهز. برضو نقلبه علشان نتأكد ان كله اختلط ببعضه. ونجيب بايبنج باج او كيس حلوين ونحط فيه الفروستنج. وده بيبقى شكل كيك التفاح لما بيطلع من الفرن ونبتدي نزوقه بالفروستنج. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك تفاح مع فروستنج الكراميل، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفة مع بعض. وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي باناكوتا الشوكولاتة مع الكاشيو المسكر. ومقادير الباناكوتا هتكون 3 معلقة صغيرة جيلاتين، 3 كوب لبن، ربع كوب سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، 200 جرام شوكولاتة داكنة. بالنسبة للكاشيو المسكر 1 كوب سكر، 1 كوب كاشيو محمص، نص معلقة صغيرة قرفة، 8 معلقة صغيرة جوزة الطيب، ونص معلقة كبيرة زبدة. هنحط الكريمة على النار وفي نفس الوقت هنحط السكر اللي هنعمل بيه الكاشيو مسكر على النار علشان يبتدي يبقى كراميل، ونخلي بالنا منه. وهنحط اللبن على النار مع السكر والملح
هنحط ميه مع الجيلاتين. علشان يكون جاهز لما اجي استعمله. زي ما احنا شايفين السكر ابتدى يدوب وابتدى يبقى فيه لون الكراميل، لسه طبعا مش كله فهنسيبه شوية. واللبن اهو ابتدى يغلي خلاص، هنشيل اللبن من على النار. وهنحط الجيلاتين علشان يدوب مع اللبن. وهنضيف الشوكولاتة عليهم. نخلي بالنا على السكر. اوكي كده البانكوتا جاهزة، فاضل بس نحطها في الكاسات لما تبرد شوية، لان طبعا دلوقتي سخنة قوي والكاسات مش هتستحمل. نسيبها تهدى شوية وبعدين نحطها في الكاسات. نشوف السكر. اوكي هو قرب خالص، فاضل اجزاء بسيطة بس لسه ما دبيتش. اوكي هو جاهز دلوقتي، هنحط له الزبدة. هنحط الكاشيوز وهنحط كمان معاه المنكهات علشان يدي طعم مختلف، وهنقلبهم مع بعض. والزبدة بتخلي الكاشيوز أو أي نوع من أنواع المكسرات ما تلزقش في بعض، بنقدر بسهولة نفصلهم عن بعض. أوكي. دلوقتي أخذهم ونحطهم على أي حاجة ما يلزقوش عليها، سواء ورق زبدة أو سيليكون مات زي دي، ونفردهم نفرقهم عن بعض بالشكل ده. وزي ما قلنا الزبدة بتخلي إن احنا نفرقهم عن بعض سهل. أوكي ونسيبهم يبردوا. دلوقتي هنجيب الكاسات يعني هي لسه سخنة شوية، ولكن بس كده عشان أوريكم هنبتدي نحط الباناكوتا في الكاسات. هي سخنة مش عايزة أكمل أكتر من كده عشان الكاسة ممكن تتكسر لأنها لسه سخنة، فهنملاها وندخلها التلاجة لحد ما تجمد خالص، وبعد كده هنزوقها بالكاشيوز. ودلوقتي أجيب الجاهزة ونزوقها مع بعض.
وده بيبقى شكل الباناكوتا بعد ما بتجمد في التلاجة. ودلوقتي الكاشيو المسكر خلاص بقى جامد، ونبتدي نكسره. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وتاني وصفة اللي هي باناكوتا الشوكولاتة مع الكاشيو المسكر. إن شاء الله يكون عجبتكم الوصفة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية على خير الله.